فيما يخص الحكومة معلوم احنا في المعارضة الآن سنمارس المعارضة باقتراح البديل، ما غادي نكتفيوش غير بنقد الحكومة، ماشي من العادة ديالنا احنا باش نقدوا الحكومة فقط، وغنجيب البديل. ومعلوم غادي نحرصوا على تتبع الأعمال ديال الحكومة، نصوتوا لصالح المشاريع اللي تكون في المصلحه ديال المواطنات والمواطنين، لكن نعارضوا الاشياء الاخرى اللي ماشي في المصلحه. على الحكومه ان تتحمل مسؤوليتها، ومن هنا لنهايه الولايه ديالها اذا اقتضى الحال وتبين لنا على انه لا تقوم بمهمتها، معلوم غادي تاخذوا التدابير باش مع الفرقاء ديالنا الاخرين في المعارضه نشوفوا كيفاش نواجهوا هذه الوضعيه هذه. ما غاديش نسبق الحداث، لانه عندنا اجتماع ديال الفريق ديال المجموعه النيابيه يوم الاربعاء المقبل اللي غادي ندارسوا فيه المشروع ديال الميزانيه ديال 2020، ولكن مسبقا تيبان لي انه مشروع ليس في المستوى، ولا اظن اننا يمكننا نصدقوا عليه. ما عمرنا تم استشاره ديالنا فيما يخص المشروع، كنا دائما تنطالبوا انه يتعرض قبل ما يوصل للبرلمان على الاحزاب المكونه للحكومه باش تعطي الراي ديالها. هذا الشيء لم، وهذا هو اللي جعلنا نغادروا الحكومه، لانه احنا ماشي المقاعد اللي تتهمنا، تتهمنا هي المحتوى ديال الانجازات ديال الحكومه. ومع هذا المشروع ما تمش الاستشاره ديالنا نهائيا. مثلا كانت مناظره حول الاصلاح الجبائي في هذا الصيف هذا وقبل الصيف، وكان من المفروض ان هاد النتائج ديال هذه المناظره تدخل في حيز التنفيذ ابتداء من هذا القانون الماليه ديال 2020. لا شيء من هذا كاين، لا شيء من هذا كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.